على الجهه اليمنى من اجل عرضيه البحث عن كريسوفيتش الى داخل منطقه الجزاء. على مكفيس بكره الثانيه، نعم اول الاهداف، حطها كريستوفيتش يسجل ليتش من الفرص والمحاولات القليله، يباغت ساليرنيتانا، نعم ساليرنيتانا في مأزق. لوكا كوتي افرح في اول مبارياتك، ليتش يتقدم، نعم الهدف الاول من خطأ فادح من دفاع ساليرنيتانا، اول الاهداف عند الدقيقه 18، ليتش هو من يتقدم. كريستوفيتش تكلمت عن هذا المهاجم القادم من الدوري السلوفاكي، هنا الكره، نعم المساحه بكل اريحيه الى داخل منطقه الجزاء، الدفاع تاخر على مكفيس السويدي، وصلت من ثم الى كريستوفيتش، لمسها وضعها في الشباك، اول الاهداف لمصلحه الضيوف، هدف من ذهب، هدف مهم جدا لنادي ليتشي من اجل تجنب الهبوط، من اجل الاقتراب اكثر من المراكز الدافئه، هو حاليا خارج مناطق الهبوط، لكن يا مانولاس